أصدقائي المشاهدين والمستمعين، من حقيقون عبر صوت لبنان، حلقة جديدة، إطلالة جديدة لبرنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن الكميونات الرايحة والجيري واللي محملة حطب، أشجار معمرة من اللزاب للسنديان للأرز وغيرها، وعلى عينك قوى أمنية وعلى عين حراس الأحرش. موضوع حكينا فيه أكثر من مرة، ولكن هالمرة بدنا نوضع نقطة على السطر ونحمل المسؤولية. ليش؟ لأنه في أشجار بترجع بتنمى من جديد، بس في أشجار معمرة ونشوف حالنا فيها بلبنان، وأنه طلعت عنا بلبنان والأرزة على العلم اللبناني عم تنقص وما رح ترجع تطلع. وين الأموال لحتى ترجع وزارة الزراعة تشجر؟ هيدا عنوان كتير مهم رح نحكي مع ضيفنا رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دومت كامل، ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بوزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا. كمان رح نحكي عن موضوع كتير مهم، وهو موضوع العقارات إلى تراجع كتير كبير، وخصوصا اليوم بعد إقفال الدوائر العقارية شو عم بيصير، وديش من الأموال عم تروح على الدولة اللبنانية بنتيجة التخمين بخمنوا على زون خصم 50%، والأموال بتروح على الدولة اللبنانية اللي بتعوضها من جيبة المواطن اللبناني. وضع سوق العقارات، وضع العقارات اليوم المصنفة تراثية والممنوعة لا تنباع ولا ينعمل فيها شيء، والناس طالعة صرختها هون اللي قاعدين حد المرفأ ببيروت وتحديدا بالأشرفية. اليوم سوق العقاري ضرائب مفروض عليه بموازنة 2022 وهو إلى تراجع. كمان هالعنوان رح يكون ضيفنا نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، رح ينضم لنا النائب ملحم خلف، وأيضا نقول محفوظ الخبير العقاري. قبل ما نفتح هالملفين، شهر بعد شهر عم تتراجع قدرة المواطنين على الصمود، نار الأسعار عم تتمدد بسرعة من يباس الأجور وتأكلها والإصلاحات غايبة، وانهيار القدرة الشرائية كتير متقدمة، والمحاسبة في خبر كان. نعم، صرنا مرشحين لاحتلال المركز الأول نحن عالميا على صعيد الغلاء، والسوق فلتين وكل تاجر فاتح حسابه وعم بيتاجر بالناس، واللبناني قاعد هلأ عم بيحلل أبعاد اتفاق الترسيم، بركي بيبدله من أحواله وعيونه بالمقابل على أسعار السلع والمولدات والكهرباء ومنها المغشوش والمضروب بالأسواق، فيما الكل عم يتبرأ من كل شيء. بس مين الفاعل يا ترى؟ وأيمتى بدنا نخلص من هالخلخلة اللي وصلت البلد لكل هالبهدلة؟ خلونا نرحب اليوم برئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دومت كامل. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لإليك وللمشاهدين والمستمعين. اليوم حديث الترسيم هو حديث الساعة، ولكن أكيد لهيب أسعار المحروقات يعني لا عم بيوقفها للاتفاقيات ولا المراسيم، مستمرة بالتحليق أكيد. واليوم لأن أسعار المحروقات مستمرة بالتحليق، المواطنين مستمرين بقطع الأشجار المعمرة، وهون الخطورة. شو عم بيصير بالواقع؟ والغير معمرة السنة اللي بدي يقوله، بدي أحكي وضع وصف دقيق للوضع على الأرض. نحن جميعا بنبرم لبنان كله، بنبرم كل المناطق، بنشوف عناصرنا موجودة بكل المناطق، بيعطونا تقارير دقيقة جدا عن الوضع. التالي الموضوع في قطع أشجار السنة، وخاصة بالأطراف بالمنطقة، يعني جبل لبنان مقبول ما في عنده القطع المشوه كتير، في قطع بس ولكن جبل لبنان خفيف جدا، بينما المناطق الأخرى كتير خطير جدا. والأخطر من هيك أنه شالوا الجبل، ما بقى في شيء، ما بقى في شجر، قصوا الجبل كله. وين تحديدا عم نحكي؟ زمان بعطيك مثل مسيط، إذا أخذنا المشيتية دير الأحمر، وإذا أخذنا بي 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 بعكار، إذا أخذنا مش بس المشيتية دير الأحمر يعني وجوارها، في مناطق يعني عم بسمي لك مناطق كتير، إذا بدك بسمي مناطق. شو اللي صار؟ انشالت السجر، قطن قصعد،
رجعوا جابوا البوكلين وعم بيشيل الجذور من الكعب، بينزل على الجذور يشيلها. هلا بس تنشال الجذور ما بقى تفرخ هي الشجر، لانه الاشجار بلبنان اشجار بريه، ذات الامكانيه اعاده ان تنبت هي ذاتها، بس تنقطع بعد فتره بتنبت بالشتاء بترجع بتنبت، ولكن وقت بينشال الجذور تبعها هون الكارثه الكبرى. هيدي نقطه. اثنين، بالحريق في مافيات بعتقد هونيك، يعني حكينا عنهم بحلقه سابقه عن مافيات موجودين بمنطقه المشيتيه وجوار دير الاحمر. بقى بلبنان شو عم بيصير؟ بس في حدا حاميها؟ بنحكي مافيات يعني في محميين، كل مافيات محميه. اثنين، بيرجع الحرائق بتحترق، ببلش الحريق بيجي الحريق في حال احترقت الأحراج، بتحترق اللي فوق الأرض، تحت الأرض ما بتحترق، ولكن بيجيبوا بتنزل طيارة على مية البحر، بتجيب مية مالحة، بتكب مية مالحة على هالمناطق المحروقة، بتقتل الجذور وبتقتل البذور الموجودة بالأرض بقلب الأرض، ومكون عملنا حريق بزيت وجين وقضينا على سروة كارثة الكوارث. نعم. اثنين، نحن فتنا عملنا بلشنا نعمل غابات ضد الحريق بلبنان كحزب البيئة العالمي. أخذنا منطقة ويدي نهر إبراهيم، منطقة بسحل ومنطقة سطوح قصر وين والجوار، فتنا درسنا المنطقة كتير، تبين لنا أنه بقلب الغابة شو فيه، أغصان يابسة، أشواك يابسة، حشايش يابسة. طيب هو بيقدروا يستغلوها الناس؟ ما لك فيلك، بكبوب نفايات على اختلاف أنواعها، منزلية، صناعية، استشفائية، دوليب سيارات، شو ما بدك موجود ومتروكي كليا، متروكي بالمرة. هذا الموضوع بيؤدي لنشوب حرائق غير عادية، وبقلب الغابة بس تطلع الحريقة بسبب انه الاشجار بتفرز بتعطي كميات ضخمة من الاكسجين، بصير الحريق اسرع وغير قابل للسيطرة عليه بعد ربع ساعة. من هون نحن عم نشد، نحن بلشنا وقادرين نعمل لبنان كله غابات ضد الحريق. في استراتيجية للغابات بدها تتنفذ. وين هي استراتيجية؟ بوزارة الزراعة. في استراتيجية مفروض تتنفذ، وزارة الزراعة عم تشتغل، الله يعطيهم العافية. بدي أعطيك إذا أخذنا منطقة لازم يكون بهذه المنطقة في 100 شخص أمير أحراج، في 3 أشخاص بمكتب جوني، بدي أسمي مكتب جوني. طب معلش، وين البلديات؟ البلديات مليون، وين المصاري مع البلديات؟ فإذا نحن شو عم نحكي؟ شو عم نقول؟ إنه تفضلوا اسرحوا وامرحوا وقطعوا الأشجار وتدفوا على حساب البيئة والطبيعة والأشجار المعمرة. جينا طلبنا منهم يا أخوين بدكم تاخذوا حطب. من مين طلبتوا؟ من الحطابين ومن الناس. وين شفتون؟ كيف التقيتوا فيهم؟ عم نشوفهم وبنعرفهم بكل المناطق موجودين. 50% من الشعب اللبناني ما معه يشتري مزود، وأكثر، و70% من الشعب اللبناني مش قادر يشتري مزود، اللي معيشه مليونين ليرة و3 ملايين ليرة كيف بده يشتري مزود؟ ايه معلش، هو مش بس عم يحطب ليشتري مزود. معلش خليني احكي، حاورك. مش بس انه هو عم بيحطب ليشتري مزود، في على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيعلنوا على بيع الحطب. بعرف، يعني هني عم بيتاجروا بالحطب. بعرف. مش انه هني بدهم يشتروا مزود. لا لا لا، ما انا عم بطلب شغلة صغيرة. في عنا بالغابات في كمية حطب كتير مهمة، في حال الشجرة اتنظفت نشيل منها اليابس، نشيلوا الأغصان اللي مش لازم يكونوا موجودين فيها، في عنا ألوف وألوف الأطنان بتنظيف الغابات بطرق علمية، وبتتحول هيدي الغابة من غابة جاهزة للحريق لغابة غير قابلة للحريق. طيب شو الإلية؟ مين لازم؟ الإلية هود الناس اللي من يقصوا الشجرة بدوا يتفهموا، بدوا يكون في مين بدوا يقعد يفهمون؟ يعني معني إنه هي بدها فيها استراتيجية، فيها حراس أحراج، فيها بلديات، في شرطة بلدية، والبلديات والإعلام والقوى الأمنية والأجهزة ككل. في حال بدون عين وضع استراتيجية جاهزين، نحن الاستراتيجية الكاملة وسهل كتير تنفيذها. هي موجودة وحماية بوزارة لبنان. وحماية لبنان موجودة استراتيجية بس بوزارة الزراعة على 2025. بدي أعطيك مثلا، بدي له كلمة شكر لرئيس الأستاذ. ليه بدنا نشكر؟ ما عليه يعني. لأنه عم يشتغلوا على الأرض، في ناس عم تشتغل. الدكتور شادي مهنا، الدكتور شادي مهنا عم حاطط الزراعة رح يكون ضيفنا. والدكتور بعطيكي مثلا، الأستاذ شادي صيقلي كمان رئيس مكتب جوني بالأحراج، عم بيبرم كتير وانتبه بسياراتهم. طيب نحن عم نقول بالمقابل في خوف كتير كبير على الأحراج، على الأشجار المعمرة وغير المعمرة،
في عم بيقصوا كعب الأشجار ويحطوهم بالكاميونات وياخذون وعم بيتاجروا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي بوقت نحن عم نقول إنه عم بيشتغلوا بوزارة الزراعة ويعطيهم العافية. بس وين الحصاد العملي لهالموضوع؟ ما تنسي إنه اليوم في أزمة دولة بلبنان. أزمة الدولة وين؟ هود الناس ما عندهم بنزين وما عندهم سيارات، ما في تشحيل. بعدنا عم نقول تشحيل، يتوجهوا ياخذوا الشجر المشحل. ما عم نقول نحن عم نحكي عن اجهزه تشحيل الشجر ياخذوا. نعم، اليوم مفروض البلديات تحط خطه، البلديه تقول لهم بدهم يقص عندها. في بلديه كثير، كل بلديه بيعرفوا مين عم بيقص، بينعطى ورقه علميه بده ساعه، نص ساعه للعامل اللي عم بيقص الشجر، اللي عم بيقص نص ساعه، تفضل زبط هاي الشجر، شيل الاحراج اليابسه، شيل اليابس كله، شيل الاغصان الماء العازي، وتعالوا ننظف هالغابات. بنكون عملنا خطه حمايه لغابات لبنان. هن بدهم يعملوا خطه حمايه البلديات اكيد. طيب اليوم مصلحه الابحاث العلميه الزراعيه ناشدت قياده الجيش مؤخرا بحمايه الغابات والاشجار المعمره بمنطقه كفر شخنة بالشمال. يعني هونيك عم بيصير كتير، ومثل ما قلنا المشيتية بدير الأحمر وجبال الجبال العالية كلها عم بيقصوا الزيب، طلعت فرج مع أنه الموسم التشحيل ابتدى وانتهى، يعني كان فيهم يستفيدوا منه. لا خمس بدل 15. لأي متى؟ لا 15 نيسان. بيبقى وأي متى ببلش؟ ببلش 15 أيلول. نعم، هيدي فترة. لك لبنان عنده كنز مهم جدا، كنز الغابات الموجودة مهمة جدا، ولكن ناقصها الإدارة الفنية، الإدارة العمل فيها. اليوم طلع بيطلع واحد من قص 100 شجره و200 شجره معمره، هون خرب الدنيا. ولكن اليوم هول 200 شجره بشيل منهم اليابس والاغصان اللي ما لهم غازي، بنحمي شجرتنا، بنحمي الشجره، وبصير عندها قوه دله موجوده، وبنكون حمينا الغابات. ما تنسي انه كمان في شغله بدنا في اذا مثل ما ماشيين هلا، رح يصير في انخفاض بكميات الاكسجين بالجو، رح يكون في انخفاض بالرطوبه، رح يكون في انخفاض بالمتساقطات. نحن نعم. اليوم اللي احنا اليوم هيدا قد ايه اليوم بالشهر؟ نحن 14 بعد ما في امطار بالشهر، بشهر المتوسط ككل. بس انت الماضي كان في كتير امطار وكان في تشحيل كمان. صارت بفتره معينه. هلا طبعا الطبيعه والبيئه هني بحاجه للاشجار، للهواء النقي، بكل تمتص التلوث. طبعا فوائد كتير كبيره، واشجار معمره نحن بلدنا ما بدنا نخسرها. اليوم على الخط مباشره عنا مدير التنميه الريفية والثروات الطبيعية بوزارة الزراعة دكتور شادي مهنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. يعطيك العافية. الله يعافيكم. عملية التشحيل والقطع على الأشجار المعمرة وغير المعمرة، شو عم تعمل وزارة الزراعة؟ وين نواطير الأحراج؟ بنعرف الأعداد قليلة، حتى القليل منهم عم يشتغل. إيه يعني أنا كثير بشكل إنه عم تضوي على هذه النقطة، لأنه يمكن الناس منهم واعيين على الامور يلي موجوده. مثل ما قلتي حضرتك، حراس الاحراش عددهم قليل، نحن عندنا حوالي 140 هلا بعد حارس احراش من اصل 360 يلي لازم يكونوا موجودين. هو كل مركز احراش لازم يكون فيه 8 عناصر ليقدروا يأمنوا الدوام 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع. هيدا النظام هيك لازم يكون، هو بضبط عدليه. ولكن عندي مراكز فيها عنصرين وثلاث عناصر وعنصر ببعض المطارح، يعني منا قادرين نأمن هيدا الدوام بشكل لازم. ولهالسبب أكثرية المخالفات ونقل الأحطاب المخالفة عم بتتم خارج أوقات الدوام الرسمي، هيدي أول شيء، مما يعيق عملية ضبطها. ولكن بهالإطار هون بدي ضوي على نقطة، وأشكر كثير الجيش اللبناني، يعني كقائد الجيش والضباط والعناصر، يلي بناء على طلب معالي الوزير دكتور عباس الحاج حسن جاوب الجيش معنا بشكل فوري، وعم بيوقف على الحواجز تبع الجيش اللبناني، عم بيتوقفوا كل الآليات يلي نقل حطب، وما عم بيخلوا يمرقوا إلا يلي معهم تراخيص قانونية من وزارة الزراعة. وهيدا الشيء حد كتير 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 من المافيات يلي عم تنقل الحطب. أنا ما عم بحكي مثل هالزلمة يلي يمكن عم بيضطر يشحل من حرشه طن او 2 طن حطب ليتدفى، مع انه هذا اكيد بده ترخيص، ونحن بنحرص انه يعملوا ترخيص وعم نسهل هالامور. نحن مشكلتنا الكبيره ان بهالمافيات يلي عم تقطع حطب للتجاره مش للاستعمال الشخصي، وعم تنقله من منطقه لمنطقه. وهون دور الجيش عم بيكون رادع، ولاحظنا يعني خلال اسبوعين كيف تزايدت طلبات التراخيص من وقت ما الجيش بلش يضبط المخالفين على الحواجز.
نعم، انتم بلشتوا تقبلوا الطلبات من ايمتى؟ من 15 ايلول؟ 15 ايلول بتبلش الرخص سارية المفعول، نحن بنبلش نقبل طلبات التراخيص من 15 تموز. نعم. لنترك شهرين لنقدر ننجز المعاملات. من 15 ايلول ل 15 نيسان عمليات التشغيل بتضلها مسموحة. ولوين بتتقدم هالطلبات؟ يعني وين بيقدموها؟ على مراكز، على مراكز الاحراج اللي موزعة تقريبا بكل الاقضية اللبنانية. طيب مين مين بحق له يقدم؟ كل شخص او بيملك عقار فيه احراج او مستاجر او عامل عقد ضمان لاستئجار هذا الحرش بيقدر يقدم عليه. البلديات يلي عندها مشاعات فيها تقدم عليها، الاوقاف يلي عندها املاك كتير كبيره فيها تقدم، والشروط منا ابدا صعبه عفوا، الكل قادر يقدم ونحن عم نسهل قد ما بنقدر. يعني بنعرف انه هلا دوائر العقاريه مثلا مفكره، الناس ما عم تقدر تجيب افاده عقاريه يلي كان نحن نطلبها تكون عمرها شهرين او ثلاث اشهر ماكسيموم، هلا صرنا عم نقبل بصور عن سندات الملكيه، عم نسهل كثير هالامور على الناس تنشجعها تاخذ تراخيص وتكون عم تشتغل تحت القانون مش بطريقه مخالفه. نعم، بس اليوم قديش بحق له؟ يعني اعطيته رخصه شو كيف شو بحق له يعمل فيها؟ لازم ياخذ تشحيل الشجر مش يقص الشجر. نعم، نعم. هلا هون بدي ادور كمان على نقطه، كلمة تشحيل أيام عم تخلق لبس عند الناس يلي بيفكروا، بس نقوله تشحيل بيفكروا أنه ماسكين المقص الشحالة وعم نشحل أغصان مثل الزيتون أو التفاح أو الدراق. تشحيل السنديان غير مفهوم، يعني نحن بنحكي عن جب سنديان، جب السنديان في يكون فيه 5 فروع 6 فروع 10 فروع ويمكن كل فرع تخنه 30 سنتيمتر أو 40 سنتيمتر أو 10 سنتيمتر. تشحيل بيسمح أنه ينشال الفروع، الفرع بينشال من كعبه مش كل الجب، اذا انشال الجب كله يعني انقطع هيدا ممنوع الا ببعض الشروط الخاصه، بس التشحيل في يشيل الفروع التخينه ويخلي فروع رفيعه، هيدي طريقه استثمار السنديان. يعني الناس بيقولوا انتم عاطينه رخصه التشحيل ولك كيف قصصهم تخان، ممكن يقص فروع تخنى 20 سنتيمتر، المهم انه يدل فيه بالجب ما لا يقل عن تخنه 15 سنتيمتر لنأمن استمرارية. في يترك 3 تخنه 5 سنتي، في يترك 1 تخنه 15 سنتيمتر. دونك هيدي طريقة الأعمال بتصير بالسنديان، والسنديان بيرجع بجدد حاله شرط أنه نحميه من يفوت الأطعام الماعز عليه من بعد ما يكون انقطع أو إلى آخره، ولكن هيدي الأعمال كلها بتكون مرخصة. نعم، هلا قفلتيني الامور يعني عم بيقطعوا الاشجار، يعني ما حدا عم بيقدر يراقبهم مثل ما لازم الا انه الجيش اللبناني اذا مرقوا على الطرقات اللي فيها حواجز للجيش اللبناني. بدي اطول كمان على نقطه، نحن من اول السنه لهلا ما دام صرنا عاملين اكثر من 1000 محضر ضبط بكل لبنان، بس لوين عم توصل الضبط؟ محاضر الضبط ما القضاء معطل. هيدي المشكلة، يعني هون كمان يعني ما بتوفي وحدة بالغرض، فإذا شو لازم اليوم نعمل؟ يعني لازم يكون في تواصل مع البلديات، تكون يعني بتقدر في بعض البلديات قادرة أنها تراقب وتوضع حد وكمان يعني تكون عم توصل على على معاملة اللي مقدم لرخصة أنه بتسمح له أنه يلم الأغصان ولا لا. هون ضويت على نقطة كثير مهمة اللي هي البلديات، البلديات عندهم دورين، دور معطى بقانون الغابات يلي هو يسمح للبلديات أن تعين على نفقتها نواطير أحراش. نعم. بعد موافقة يعني مصلحة الأحراش والمديرية عندنا بالوزارة، وبيصير عندهم صفة بيقدروا يعملوا محاضر ضبط، وهن أقرب منا بكثير على الأرض، يعني كل بلدية شرطتها بتعرف الشاردة والواردة مثل ما بيقولوا، اللي عم بيصير بيسمع صوت المنشار عم بعد 2 كيلومتر وبيقدر يعرف وين عم بيصير أعمال القطع. انا بدعي البلديات انها تعين نواطير احراش، تاخذ موافقه الوزاره تا النواطير اللي عندها يصيروا نواطير احراش قادرين يعملوا محاضر ضبط، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، نحن كل طلب بيتقدم على وزاره الزراعه مشان ياخذوا تراخيص بيكون مقرون براي البلديه، لا هو راي غير ملزم لوزاره الزراعه، ولكن على القليله بتكون البلديه عندها علم انه الشخص الفلاني الفلاني قدم طلب ترخيص بنطاق البلدي وممكن تقدر تتابعه. واللي عم يبيعوا يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم بيبيعوا الحطب. نعم شفناها نحن وحاولنا نتواصل، يعني عم بيجربوا حراس الاحراش. المشكله انه تروحي لعنده بقول لك ايه هلا ما عندنا حطب، احنا كيف عندنا قبل؟ احنا كان فيهم تراخيص وكان فيهم كل شيء. يعني عم نتابع هذا الامر قد ما بنقدر. لهلا تقول لك ما قدرنا ضبطنا ناس عندهم لانه بس
اتصل فيهم بيقولوا انه هلا ما عندنا، ولكن اشتغلي اذا بدنا بالقدرات يلي مأمنة لحراس الاحراش اللي هي كثير ضئيله للاسف، لانه موازنه الوزاره ما عم تسمح لنا يعني امور تافهه نطلعهم سيارات او نعبي لهم بنزين بشكل كافي، ولكن عم يعملوا جهد كثير كبير، ودور البلديات اساسي جدا جدا جدا، هن العيون يلي على الارض اكثر منا، وهن اللي بيكونوا حريفين اكثر منا. ولكن في عندنا مشكله انه ليل رؤساء البلديات بيقول لك انا ما بدي فوت بمشكل مع اولاد الضيعه، وبفهمهم من هالناحيه، بس ما ليه بفوت مشكل مع البيئه ومع عدم تطبيق القوانين؟ يعني المفروض يطبق القانون على الاقل، وهذا مسؤوليته لرئيس البلديه. دكتور مهنا، دكتور مهنا، اول شيء بدي اول شيء عرفه لنقول له الدكتور دومت كامل رئيس حزب البيئه العالم. صديقي، اهلا وسهلا دكتور دومت. صديقي الغالي، انا قدمت لك كلمه شكر لك ولكل لكل الحراس الاحراج. انا بدي ضوي على شغله كتير مهمه لحضرتك انت الصديق الغالي. اول شيء بكسروين نحن عايشين مرحله كتير مهمه، ما عندنا قطع مثل ما عم بينحكى اشجار مراقبه جدا. بنودي من كلمه شكر رئيس مركز استاذ صيدلي، لانه عم بيبرم بين ميل وجباته، بس ولكن انه عم نشتغل يعطيه العافيه وبدنا نقول له انه في حاله تنفذ خطه مثل كسروين لكل لبنان، بنكون جاهزين. والدكتور شادي هو عينه على كل لبنان، يعطيه العافيه. وبدي اقول لك شغله بعد، استراتيجيه الاحراج اذا في بدكم استراتيجيه اللي بنملكها نحن كمان، نحن بنحطها بين ايديك لنكون صلحنا هيدا البلد ككل. طيب يلا التقوا مع بعضهم هلا ناطرين على اليوم عبر الاعلام لحتى نعزمكم تلتقوا مع بعض. بس بدي اسالك سؤال معلش. نعم، هل مطلوب خطه طوارئ؟ عم بتقول قلت بسياق الحديث انه منو كافيين، شو مطلوب خطه طوارئ اليوم؟ هيدا موضوع كتير مهم، عم تنقطع الاشجار من كعبها يعني، واليوم بالقانون اللي بيحصل على يعني اشجار تشحيل اشجار او بيستثمر يمكن مطرح انه اشجار، هو لازم يعوض لوزاره الزراعه بالاشجار، صحيح هالشيء؟ يلي عمليات القطع مش التشحيل يعني. نعم عمليات قطع، نعم صح، يعني حدا اخذ عنده رخصه بناء ومطرح ما بده يبني بده يشيل 10 اشجار، بدل هالعشر اشجار يلي بده يشيلها بده يجيب لا مشاكل وزاره الزراعه اقله 4 اغراض حرجيه بدل هالاشجار يلي عم تنقطع تستعملها الوزاره باعمال التحريج. هيدي الطريقه اللي يعني الافضل يلي لقيناها لنقدر نحاول نعوض شوي صغيره عن الاشجار يلي عم تقطع. اكيد هيدي منا كافيه لانه الشجره الصغيره ما بتعوض عن شجره كبيره، ولكن هيدا الافضل بالوقت الحاضر. نعم. عم تقولي حضرتك عن خطه الطوارئ، انا برايي وقت اللي تدخل الجيش اللبناني هيدي اكبر عمليه طوارئ قدرنا عملناها، وما في حدا غير بس بعدهم يعني عم يسرحوا ويمرحوا. هلا الجيش اللبناني صحيح انه متواجد على كامل الاراضي اللبنانيه، ولكن انا عم اقول لك يعني احنا اللي بنعرف هيدي الامور اكثر من اللي بيطلع بالسوشيال ميديا وهالاخبار، لانه نحن تبين عنا اول ما بلش الجيش يبطل اجوا ياخذوا تراخيص. نعم. ونحن عم نعمل محاضر ضبط، وباكد لك يعني هلا ما بدي سمي المناطق، الجيش اللبناني لاقط اشخاص قاصين للذاب وقاصين شوح وقاصين وبعضهم بالحبس. لا هيدي ما كانت تصير قبل. نعم. كانوا بفوتوا من نايل يظهروا من ثاني نايل. طيب سؤال، هلا الجيش على الارض عم يلقط ويدلهم بالحبوسه. هل نزوح السوري شريك ايضا في حرب اباده الاشجار؟ 100%. لا عم بيوتني يعني عمار اوكي بس اكيد في دور كبير للناجحين السوريين باعمال القطع الغير قانونيه، او اعمال قطع مباشره منهم هن للتدفئه، او عم بيكونوا عمال لدى المافيات اللبنانيه يلي عم بتقوم بهيدي الاعمال. نعم، ولكن عندهم اثر كثير كبير، بنشوفهم مارقين حامل غبر حطب تحت ايده ليدفى، ما عم نعذر هالشيء، بس اكيد في اذا بدنا امباكت كثير كبير على الغابات، مش بس بتقطع اكثر بكل شيء اباده للنباتات الطبيه والعطريه، يعني بلم القصعين بلم الزعتر، هذا الدور اكبر عند النزوح السوري من عمليات تقطيع الحطب. انا بدي اشكرك مدير التنميه الريفيه والثروات الطبيعيه بوزاره الزراعه دكتور شادي مهنا، رح نتابع هالموضوع، لازم تتابعوه مع البلديات، شوف البلديات المقصره، ايضا مع الجيش اللبناني يعطيه العافيه، اللي بيقطع شجر معمره
يكون مصيره أكيد السجن، لأنه هو يعني عم بينكل بالبيئة اللبنانية وبتراثنا الشجرة الخضراء. شكرا لك دكتور شادي مهنا. بدي أرجع لضيفي الدكتور دومت كامل. اليوم شو التأثيرات اللي عم بيصير على البيئة؟ تأثيرات كتير خطيرة. الغابات هي خط الدفاع الأول عن الإنسان وعن الكائنات الحية كلها الموجودة بقلب الغابة، وأيضا عن المزروعات. اليوم المزروعات مطرح ما في الغابة هي بتلطف الجو، بتكب رطوبة، بتمتص الحرارة، بتخفض حرارة الجو، بتسمح للنباتات الخضار والفواكه أنها تعيش دون أي مشاكل. نعم. ولكن في حال خلصت الغابات ما بقى بصير عنا انخفاض كتير خطير. اثنين، عنا الطيور. لبنان ثاني بلد بالعالم ممر وموئل للطيور المهاجرة. الدول العربية كتير من الطيور الدول العربية بتجي على لبنان بتعشعش بتتكاتر وبترجع بتروح، والطيور المهاجرة كمان بتنزل بهيدا البلد، بتنزل بالغابات بتتكاتر وبترجع بتكفي. في حال انخفضت كمية هالغابات مثل ما عم بيصير اليوم، كوني أكيد هودي كلهم انتهوا ما بقى يقدروا يجوا. شو المطلوب؟ عنا خطط، عنا قوانين يعني بس مش فعالة. لا، الخطط لليوم ليك اليوم البلد عنا خطط بس شو المطلوب؟ بده خطة طوارئ بيئية تحديدا لحماية. هلا تننطر يصير عنا خطة طوارئ بيئية بيكون ما في ولا شجرة بقى. بده جمعة تكون جاهزة كله. إذا في إرادة. لا إرادة وبيلتزم. ما في، مش قضية إرادة. وين ضغطكم أنتوا الإلكترون بالبيئة؟ وين ضغطكم؟ وين صوتكم؟ أنا بدي أقول وين... شيء، نحن محافظين على ميات الغابات بلبنان. بدع وسائل الإعلام كلها تطلع على منطقة فتوح كسروين. بس ما عنا غابات إلا بفتوح كسروين. لا بتخبرك إنه صارت اليوم منطقة فتوح كسروين أهم غابات بشرق المتوسط. نعم. الغابات كتبت عنا بدنا نحن غابات بالشمال البترون بسميلك بدي سميلك وبالبقاع البترون الشرقي جبال المتن بعبدة، هيدي مناطق كلها محمية صارت 100%. في نعم. في مناطق أكتر كمان إذا بدي مناطق جنوب كلها، يعني القطع عم بيصير بمناطق اللي عم بيصير قطع الأشجار من يصير بدي يحدد وبدي يسميه بعد الساعة 5 من عشية بالليل، وعم بيتحملوا بكاميونات بالليل وعم بيتاخدوا. ما في مطرح بتحدى بجبل لبنان كله حدا عم يقدر يقص شجرة. بس الأحمر على عينك يا تاجر بالنهار وطقط الظهر بالنهار على مدار الساعة ولكن مش بالشمال كذلك، بس ولكن بمناطق عم ايه بس احنا بدنا كل لبنان من الكورة صغرتا اهدين هيدي المناطق. ما بدنا حكر تكون على منطقة دون منطقة اخرى، ما بدنا بكل لبنان. لا عم سمي لك اليوم انا عم سمي مناطق شاسعة. بدك تحكي من بداية من صغرتا اهدين الكورة البترون الجبيل كسروين الفتوح المتن هيدي بعد رخص المازوت لشوف تدفع. لشوف كلها فيهم يتدفوا على الأشجار المشحلة. يعني ما بقول لك يعني هذا هو نحن عندنا الحل. في حل في ألوف. نعم. الأطنان في ألوف الأطنان بدها شايل من قلب الغابات، الأغصان المكسرة، الأغصان اليابسة كتير هينة. نحن فتنا اجت التلفزيونات العالم كلها شافت شو عملنا بوادي نهر ابراهيم بمنطقه نهر ابراهيم، كيف غيرنا مجرى غابه وموجوده بمنطقه مسح الفتوح كسروين، غابات من اهم غابات شرق المتوسط كانت مهدده بالحريق، ميله جبيل وميله فتره احترقت كلها، هاي ميله هون اللي اشتغلناها ما بتحترق. ومستعد رح ابعث لك فيديو بتبعتيه مثل مطرح ما بدك الاعلام العربي عمله، ما بقى تحترق هالغابات ولا نار بقلبها ما بتحترق، ومستعدين نعمل هذا المشروع لكل لبنان ولكل المنطقه العربيه. بلشين وعم نشتغل وعندنا شغل كتير كبير بكل لبنان. عم نحكي نحن عم نحكي انا اعلنت الجمعة الماضية اعلنت حماية غابات شرق المتوسط كلها، كل شرق المتوسط مش لبنان وحده، وهيدي اخدوها الاعلام العالمي وعم يشتغلوا عليها معنا وبعتوا كتير وموجودة حصارت على الانترنت بتشوفي شو الاعمال الضخمة اللي عم تنعمل. بس ولكن نحن بمناطق لبنان في شعب فقير، هودي الفقراء بدنا نساعدهم. هذا الفقير ما معه ليره يتعشى وما معه ليره ياكل ما معه ليره طعم اولاده، هون بدنا نامن له. بس ولكن بدل ما يقص شجره يقص الاغصانه ويظبطها. نعم. شكرا لك رئيس حزب البيئه العالمي دكتور دومت كامل، تحياتي لك عبر صوت لبنان، دائما منوره يا رب. شكرا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع العقارات مع ضيفنا نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى والنائب ملحم خلف بعد هالفاصل.